خالة إكسبريس اف ام الخمسة وثمانية واربعين دقيقة باش نحكيو توت سويت ونتناولو موضوع يهم السجون التونسية. نحكيو على السجن قفصة توت سويت. الانترفيو باش تكون مع السيد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقفصة الأستاذ فوزي بن عمارة. الانترفيو دو كلوب. مرحبا بك أستاذ. أهلا وسهلا أستاذ. الأستاذ مازال ماهوش حاضر كما قلت، دونك باش نحكيو على الوضعية نتاع السجون التونسية اللي تطرح أكثر من سؤال. باش ناخذوا ليكزومبل نتاع السجن المدني بقفصة، وقت اللي المحامين الفرع الجهوي بقفصة كان هبط بيان في علاقة بالسجون في مدينة قفصة والسجن المدني بقفصة. مرحبا بك أستاذ، أهلا وسهلا. مرحبا ومرحبا بمستمعي اكسبريس اف ام. مشكور استاذ على تدخلك معنا، بارك الله فيك. نحكيو على وضعيه السجون التونسيه اللي تطرح اكثر من سؤال، وفي الحقيقه يعني الموضوع هذايا تناولناه العديد من المرات، وشفنا الموقف نتاع الرابطه التونسيه للدفاع عن حقوق الانسان في علاقه بالاكتظاظ الى غير ذلك. باش ناخذوا نحن مع سيادتك ليكزومبل نتاع السجن المدني بقفصه، وانتم كمحامين وتتعاملوا برشا مع المساجين وعندكم برشا فايفيان على السجون، باش نحكيو على الوضعيه نتاع السجن المدني بقفصه. شنو حوالو السجن هذايا وشنو شنو اللي صاير غاديكا جوستومون؟ هو احنا ما نقبل الحكايه هذه نتاع الاعفاء القضاة منذ مده، وتقريبا ما نقبل شهر رمضان كنا نبهنا معناها الى خطوره هذا الوضع، والسبب بسيط انه معناها تحت غطاء ما يسمى مكافحة الفساد، احنا مناش ضد مكافحة الفساد، أما بالطريقة هذه أصبح معناها المتهم معناها مدان وانقلبت القاعدة، ما عادش المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولا معناها المتهم معناها مدان ويمشي يلوج على براءته. في الإطار هذا معناها أصبح معناها كم كبير من الموقوفين، إيقافات عشوائية، أعمال معناها وأبحاث و مكافحات وعمل فني في مثل في الاختبارات في جهه لا تتوفر فيها ابسط معناها المقومات لاجراء هذه الاعمال، في غياب خبراء مختصين، في غياب مركز تحاليل ماليه اللي نعرفه الموجود كان بتونس العاصمه، وفي غياب ايضا فرقه ابحاث مختصه وقت اللي يشوفوا الامكانيات اللي توفر معنا فرقه مثلا الابحاث بالعوينه ولا قطب القضاء المالي بتونس العاصمه. هناك معنا الامكانيات معنا المتوفره، الا هنا معنا اصبح معنا الامر هذا لا يطاق. وقت اللي نشوفوا معنا دائره الاتهام ترجع ملفات التحقيق باش يقوم بمثل هذه الاعمال، اصبح معناها اللي عندك انت انه معناها عدد كبير من الموقوفين وتتواتر معناها الايقافات بشكل يومي، الى ان اصبح معناها السجن المدني بقفصه عاجز معناها عن استيعاب اي موقوفين زايدين. اي ما استاذ هذايا ماهيش حكر على قفصه كهو، تقريبا بارتو معناتها في السجون التونسيه موجوده المساله هذايا نتاع الاكتظاظ، وحتى برشا يعني كانوا طرحوا قدموا مقترحات في علاقه ربما بالعقوبات البديله. دونك هون يبقى الاشكال هذايا اشكال قائم، الاكتظاظ في وسط السجون والظروف القاسة اللي يعيشوا فيها المساجين، وهو خاصة كي يشوفوا معناها الوضع معناها الطقس في الايامات هذه معناها الدرجات القصوى للحرارة، وهذا معناها كنا نبان لي راهو مش سنة برك، راهو منذ سنوات راهي المنظومة القضائية وأيضا المنظومة السجنية في حاجة معناها إلى مراجعة جذرية، ما عادش معناها توفر ابسط مقومات المحاكمه العادله. معناها الحل هنا في مثل هذه الوضعيات قلنا يا اولادي معناها خلوا المتهمين في حاله صراح، وبروا قوموا بالاعمال اللي هي الاعمال الفنيه تتطلب اقل حاجه معناها 8 شهور و10 شهور وسنه باش تقوم بمثل هذه الاعمال، ونهار اللي تثبت هذه الاعمال والاختبارات انه المتهم معناها توفر معناها قرائن الادانه، وقتها توقفوا مش تجي توقف ومن بعد تمشي تلوج على ادله الادانه في مثل هذه الوضعيات. يا اخي هو سا ديبون استاذ، ربما انت تعرف اكثر مني، معنات
معناتها انت والقضيه، يعني معناتها كومون سافي، معناتها يبدا واحد مازلت ما عندوش تهمه ثابته يتحط في السجن ومن بعد معناتها يتحط في السجن ومن بعد لوجوا على ادله الادانه. هذا معناها اللي نحن نبهنا له منذ مده ومن قبل حتى شهر رمضان، معناتها حكينا مع المشرفين على القضاء، سواء مسألة على القضاء او تفقديه وزاره العدل او وزاره العدل، وصلنا حتى حكينا مع السلطه التنفيذيه. السلطه التنفيذيه معناها بلغه اخرى معناها اصبحنا نشك انه معناها هناك معناها نظريه المؤامره ناجل، معناها اصبحت رقصت انا احتجاجات يوميه سواء من موقوفين داخل السجن او من اهالي الموقوفين او من القضاة او من حتى المحامين. وصلنا معناها تو هذا وقت خرجنا نحن البيان هذا كان بالاتفاق مع بقية المنظمات والمجتمع المدني، وقررنا نحن ك جهوي للمحامين بقفصة، وأيضا من الاتحاد الشغل وأيضا اتحاد الصناعة والتجارة وربط تونسي للدفاع عن حقوق الإنسان، سيقع معنا في القريب العاجل سواء آخر الأسبوع هذا وبداية الأسبوع باش نكشفوا الرأي العام الوضعية معناها اللي عايشينها. أنا لهنا أنه معناها المنظومة القضائية لازم تراجع نفسها في المحاكمات في الإيقافات في إثبات التهم، معناها لازم وضع معناها وصل درجة إلى أنه لا يمكن السكوت عنه. معناتها فهمت من كلامك أستاذ أنه السياسة غالطة. السياسة هي من أصلها غالطة، السياسة بعمر معناها المنظومة السجنية أو حتى المنظومة القضائية، أنه نوصلوا حتى معناها راهو حتى سواء معنا الموارد الفنية أو الموارد البشرية والموارد المادية، يا أقل حاجة ما توفروش على النقص فادح في القضاة اللي أنا في جهة قفصة، معناها باش تاخذ معناها عندك حاكم تحقيق فقط معناها يخدم في ما نعرفش في قداش الملف ويزيد ما زاد الطينة بلة، أنه معناها دايرة الاتهام تقوم بإرجاع الملفات للتحقيق لإغراقه، وقت اللي يقع الاغراق هذا توصل مرحله العجز والشلل التام الى انه معناها الجميع سواء قضاء سواء محاماة منظمة مجتمع مدني موقوفين سجن مدني الناس كلها أطلقت صيحة فزع، يلزم معناها اتخاذ الإجراءات اللازمة وإيجاد الحلول العاجلة لتجاوز هذا الوضع اللي وضع بكل صراحة معناها ينبأ عن حصول كارثة كبيرة. انتوما طبعا يعني الموقف نتاعكم كفرع جهوي للمحامين، هل من اقتراحات انتوما ربما شريك قبيل حكيت قلت لي يمكن ايفونتيلمون باش تكون فما ندوه صحفيه مع الاتحاد الجهوي للشغل مع الرابطه رابطه التونسي للدفاع عن حقوق الانسان الاتحاد الجهوي للصناعه والتجاره، هل من مقترحات ربما لتفادي مثل هذه الاشكالات؟ اول مقترح انه يقع ابقاء المتهمين بحال الصراح، هذا معناه اللي تجاوز هذا ابن وراه ونشوفه معناه واقع اغراق السجون بملفات قضائيه وسجنيه فارغه، وقت اللي نشوفه احنا متهم ذا الموقوف توا عنده معناه 8 شهور و10 شهور على كردون معسل تتعدى له تهمه تكوين وفاق وغسيل اموال وجريمه ارهابيه اللي هي في الاصل معناها ذا الجريمه جمركيه ولا مخالفه ديوانيه معناها تتطلب معناها انه يقوم بصلح مع الديوانه وخطيه ماليه فقط، نجده معناها نجد العديد المتهمين في مثل هذه الوضعيه اللي هي معناها يقع توجيه الاتهام على اساس انه جنايه وفي الاخر هي ما تتشكلش منها حتى مخالفه او جنحة. احنا معناها الطلب الاساسي مراجعه معناها القرارات القضائيه سواء من النيابه العموميه او من التحقيق او من دائره الاتهام، انه تنظر في مثل هذه الوضعيات ومش ديما نحن معناها نمشوا كان في سياسه الايقاف السياسه العقابيه هذه ما عندهم باش توصل. وقت وحتى نزيد معلومه انه معناها السجين معناها السجين في اي سجن مدني في الجمهوريه التونسيه يتكلف اليوم نتاعه ما يقارب 37 دينار اللي هي 37 دينار، وقت اللي نشوفوا معناها التلميذ معناها اش تصرف عليه الدوله بمعدل يومي 6 دينارات، هذا معناها حتى اقل حاجه معناها هو موظف هو موظف يمكن في ميزانيه الدوله هو حتى موظف يمكن ساعات ما يوصلش يتقاضى الاجر نتاع 37 دينار يوميا ما يوصلش 36 ولا 37 دينار الموظف، هذا السجين يتكلف يوميا على الدوله 36 او 37 دينار، يعني معناها حتى راهو لازم سياسه الردع بعمرها ما تكون قائمه كان على الايقافات والعقابات، ثم حلول اخرى معناها السياسه العقابيه يلزمها تتبدل، ثم العقوبات البديله
الى غير ذلك. انا معنا هنا نقولوا بلغه اخرى، وزاره العدل والدوله يلزمها تحل الشانطي في المنظومه القضائيه مرمى كان، يلزمها تتحل باش تتطور البلاد على منوال الدول الاوروبيه، على منوال دول امريكا الشمالية، باش نوصلوا معناها انه معناها بامره معناها انه باش ننزجوا بمتهم في السجن صحيح صلحناه، باش ننتظروا منه انه يكون معنا بعد ما يخرج من السجن مواطن صالح. بالعكس اكثر تسعى منذ البداية الى تأطيره وتكوينه والى غير ذلك قبل الايقافات. وهذا معناه نزيدوا ناكدوا نحن انه معناه حتى علاش احنا قلنا مثلا جهه قفصه بصفه خاصه، علاش وقت اللي نشوفوا لهنا انه اغلبيه الملفات المحلوله اللي في اطار مكافحه الفساد متعلقه سواء معنا بشركه نقل المواد المنجنيه، مندوبيه التربيه، المنظومه الصحيه، شركه فوسفات قفصه، اداره الفلاحه الى غير ذلك، واللي هي معناها نجدها انه في بقيه الولايات الجمهوريه نفس هذه الاخطاء التي يحاكمون من اجلها في ولايه قفصه لا يحاكم من اجلها مواطن معناها في الجهات الساحليه وفي تونس العاصمه الى غير ذلك. يعني هنا معناها حتى معناها اصبح المواطن اللي انا في جهه قفصه يشعر معناها بالظلم، يشعر بالضيم، ما يزيش هو معناها كما نقولوا احنا مثلث العطب هذا قفصه القصرين واللي هو معناه مهم سواء اقتصاديا او اجتماعيا، حتى نشوفوا في نتائج البكالوريا معناه هو في المراتب الاخيره لا يكفي ذلك، انه معناه نزيدوا حتى معناه سياسه المكيالين في فتح الملفات في اطار مكافحه الفساد. واضح واضح، بارك الله فيك، يعطيك صحة سي فوزي بن عمارة، شكرا جزيلا لك على تدخلك معنا، رئيس الفرع أو رئيس الفرع الجهوي للمحامين. حكينا على وضعية السجون عامة ووضعية السجن المدني بقفصة خاصة. اقعدوا معنا على إكسبريس FM، نحن مازلنا موصلين معكم في الكلوب إكسبريس حتى 7:30 متاع العشية. توت سويت الموعد يكون مع الفلاشون جوست أبخي بعد الموزيكا، باش نستقبلوا في ثاني حواراتنا رئيس الغرفة الوطنية لشركة جمع ونقل ومعالجة النفايات الصحية الخطرة سي قيس الدماسي، اللي الغرفة تهدد بإيقاف النشاط هذايا، النشاط متاع جمع ونقل ومعالجة النفايات الصحية الخطرة لعدة اعتبارات نكتشفوها مع ضيفنا بعد شوية.